15 عاما من قرية تيتورا جنوب غرب جنين. اعتقلتها قوات الاحتلال بزعم محاولتها طعن جنود على حاجز طرق قرب يعبد، كما اعتقلت 4 من أفراد عائلتها. وفي تفاصيل الخبر ووفقا لشهود عيان فإنه كان هناك مشادة كلامية ما بين العائلة وجنود الاحتلال المتواجدين على هذا الحاجز، وفي نهاية تم اعتقال هذه الطفلة ووالديها بزعم محاولة الطعن. خميس نكون أيضا في متابعة للصحف، ولكن قبل ذلك سنتوقف مع تطورات الأخبار الميدانية الأبرز وتحديدا في محافظة الخليل. قرية بني نعيم تتعرض لعملية هدم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهذا نتابعه مباشرة مع مراسلنا هناك عزمي بنات لتقريب الصورة أكثر. صباح الخير لك عزمي. صباح الخير ضحى، صباح الخير خميس ولكل المشاهدين. صباحك. إذا هدم فجر هذا اليوم لمنزل الشهيد مهند طرايرة، ضعنا في تفاصيل ما حدث. نعم، ما حدث فجر اليوم هو قيام مجموعة كبيرة من جنود الاحتلال باقتحام بلدة بني نعيم جنوب شرق محافظة الخليل بصحبة أكثر من 30 آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال. اقتحمت البلدة فجر اليوم وتحديدا بعد الساعة 1 ليلا وقامت بمحاصرة منزل الشهيد محمد طريرة التي اتهمته قوات الاحتلال بتنفيذ عملية طعن وقعت في مستوطنة خرصين شرق مدينة الخليل وأدت لمقتل مستوطنة داخل منزلها قبل حوالي شهرين. هذا ما حدث في بلدة بني أنعيم بعد أن قامت بمحاصرة المنزل وأيضا يعني إخراج أهالي الشهيد من المنزل، وقاموا بتفجير المنزل. وأيضا هناك الصحف الإسرائيلية والعبرية قامت بنشر فيديو لكيفية قيام قوات الاحتلال وجرافات وقوات الاحتلال بتفجير المنزل بشكل كامل. أيضا هنالك ما حدث أن احتجاز عائلة الشهيد عقب عملية المداهمة التي تمت داخل المنزل، حيث قدمت الإسعافات الأولية من قبل الهلال الأحمر لوالد الشهيد الطريرة نتيجة عدم قدرته على تحمل ما جرى ولحالته الصحية. هذا ما جرى في بلدة بني نعيم فجر هذا اليوم. من الجدير ذكرها أيضا أن اندلعت المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال وسط إطلاق وابل كثيف من القنابل الغازية والصوتية تجاه منازل المواطنين، حيث أدى ذلك إلى حرق العديد من الأشجار في المناطق المجاورة لمنزل الشهيد الطريرة. عزمي، أيضا كيف تبدو صورة الأوضاع الآن بعد هذه الأحداث في البلدة؟ هناك طبعا حالة من التوتر الشديد وأيضا الغضب الشديد عقب ما قامت به قوات الاحتلال في منطقة بني أنعيم وتحديدا في منزل الشهيد. وهناك أيضا يعني العديد من المواطنين الذين توجهون إلى منزل والد الشهيد أو أيضا مواساته على ما حدث ليلة أمس، هذه الليلة التي كانت ليلة قاسية جدا على أهالي سكان بلدة بني أنعيم. شكرا جزيلا لك زميل عزمي بنات، حدثنا هذا الصباح عن هدم منزل الشهيد مهند طريرة في بلدة بني نعيم بالخليل. نواصل هذا الصباح ولكن نتوقف مع حالة الطقس. الأرصاد الجوية المهندس يوسف أبو أسعد مدير عام الأرصاد الجوية الفلسطينية، صباح الخير، أهلا ومرحبا بك معنا. صباح الخير أخي خميس، لك صباح الخير لأخت ضحى وصباح الخير لكافة الأخوة المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. يا هلا، تسعد صباحك. إذن هي أجواء حارة نشهدها في هذه الأيام أستاذ يوسف، ما توقعاتك في هذا اليوم وكم تبلغ درجات الحرارة في القدس تحديدا؟ نعم، هذا اليوم أجواء غائم جليلة صافية، طبعا انخفاض آخر على درجات الحرارة، تصبح هذا اليوم حول معدلها السنوي العام لتصل العظمى في القدس هذا اليوم إلى 29 درجة مئوية. رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا، وتكون حالة البحر من خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. غدا وبعد غد انخفاضات على درجات الحرارة، تصبح العظمى في القدس غدا 28 درجة مئوية وبعد غد تصل 27 درجة. وأيضا أجواء غائم جزئية لا صافية، ودرجات الحرارة تكون أدنى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة. وأيضا يحتمل هناك سقوط زخات خفيفة جدا من الأمطار خاصة فوق المناطق الساحلية، ورياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا، وتبقى حالة البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. لكن في يوم الخميس تبقى الأجواء غائم جزئية لا صافية، يطرأ ارتفاع درجة مئوية واحدة
عن الثلاثاء والأربعاء لتعود درجات الحرارة حول معدلات في مثل هذا الوقت من السنة وتصل العظمى في القدس إلى 29 درجة مئوية. يعني بمعنى أجواء هذا الأسبوع لطيفة ومعتدلة حتى نهاية هذا الأسبوع، احتمالية أيضا نقول ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على المناطق الساحلية خاصة في ساعات يعني نهار يوم الأربعاء بإذن الله. طيب نمر سريعا على درجات الحرارة المتوقعة. نعم، درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: في القدس 29 العظمى والصغرى 19، رام الله والخليل 28-18، نابلس 31-20، جنين وطباس 33-23، أريحة 39-26، الأغوار الشمالية 37-24، بيت لحم وسلفيت 29-19، طول كرم وقلقيليا 32-24، في غزة وخان يونس 30-25، وأخيرا رفح 31 عظمى وصغرى 24، والله دائما أعلى وأعلم. الله تعالى دائما أعلى وأعلم. شكرا جزيلا لك المهندس يوسف أبو أسعد مدير عام الأرصاد الجوية. صباح الخير، ونستكمل مع أبرز العناوين. نعم، نكون من جديد مع صحيفة القدس والعناوين التي تتابعها أيضا على أولاها في هذا الصباح. موضوع الأسرى، انضمام دفعة جديدة لإضراب الأسرى والتضامن في بيت ساحور وجنين. أيضا موضوعات أخرى: اقتحامات واعتقالات واسعة، اعتقال طفلة وأربعة من أفراد أسرتها بادعاء طعنها مجندة. مواضيع أيضا على صحيفة القدس: واشنطن لن تمانع حل الدولتين، ونتنياهو يغلق مدرسة الخان الأحمر. هذه الأخبار والتي تفصل تحت عنوانها صحيفة القدس: قرر مكتب رئيس حكومة الاحتلال إغلاق مدرسة الخان الأحمر الأساسية في التجمعات البدوية المقامة شرق القدس. وقال عيد خميس، وهو المتحدث الرسمي باسم التجمع البدوي، إن مكتب نتنياهو أصدر قرارا بإغلاق هذه المدرسة، وذلك بعد أن استدعى السفير الإيطالي قبل أيام وأبلغه بقرار الإغلاق، علما أن إيطاليا هي من دعمت إقامة هذه المدرسة في المنطقة. نواصل مع أبرز العناوين على أولى الأيام. سلطات الاحتلال تعد لإعلان مصادرة أراض في منطقة بيت لحم لتوسيع مستوطنات أفرات. الاحتلال يصادق على بناء 4200 وحدة استيطانية في مدعين. اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في اللواء الأوسط التابع لما تسمى إدارة التخطيط الإسرائيلية صدقت أمس على مخطط بناء 4200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة مدعين غرب مدينة رام الله. أيضا في عنوان لافت هذا الصباح: تقارير إعلامية، منظمات إسرائيلية تجهز نفسها لبناء الهيكل على أنقاض الأقصى. تقارير تلفزيونية إسرائيلية بثت خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع ما يطلق عليه ذكرى خراب الهيكل، أفادت بأن مؤسسات ومنظمات تجهز نفسها عمليا وميدانيا لبناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى، وأنها رهن الإشارة وبانتظار قرار سياسي رسمي بذلك. العليا الإسرائيلية ترفض التماسا للإفراج عن الشقيقين الأسيرين البلبول محمد ومحمود البلبول، وهما يخوضان إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ ما يقارب 40 يوما، وأسرى من الشعبية ينضمون إلى الإضراب. إلغاء أمري إخلاء ضد مواطن من قرية ارطاس. من الخليل، الشرطة تكشف عن أعمال ابتزاز على فيسبوك طالت 14 سيدة. خميسا ننتقل إلى صحيفة الحياة الجديدة ونتابع في عناوينها في هذا اليوم. العنوان اللافت في هذا الصباح: السلمونيلا تغلق مصنعا لطحينية الأمير الإسرائيلي. وزارة الصحة الإسرائيلية، هذا في التفاصيل، تقرر إغلاق هذا المصنع لطحينية الأمير حتى إشعار آخر. وكانت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال أغلقت عصر الخميس الماضي مصنعا آخر طحينية، وذلك بسبب التلوث أيضا. هذا عنوان لافت، ونحن كما ذكرنا سنتابع في فقرة من فقراتنا الصباحية حول هذا الموضوع.
أيضا نتوقف عند موضوع تعنونه الصحيفة القبض على حرام البيض في قلقيلية. الشرطة قبضت على شخص سرق بيضا بقيمة تقدر ب10,000 شيكل موجود داخل عربة خاصة لنقل البيض على مدخل بلدة إمتين قضاء قلقيلية. وبيان صادر عن الشرطة ذكر أنه بعد وصول شكوى للشرطة مفادها قيام شخص مجهول بسرقة العربة بهذه القيمة بواسطة جرها بمركبة أخرى. وبعد البحث والتحري والمتابعة تم الاشتباه بشخص من مدينة قلقيلية وإلقاء القبض عليه واعترف بسرقته وتم ضبط المسروقات داخل مخزن في بيته. أيضا موضوعات أخرى نقرأها سريعا من صحيفة الحياة الجديدة والعناوين الرئيسية أيضا التي تكررت من الصحف الأخرى ما يتعلق بالتطورات في القدس. الاحتلال ومتطرفوه يستبيحون الأقصى ويصيبون 15 مواطنا في باحاته. الاحتلال يعزل بيت لحم بمستوطنة جديدة. وفي موضوع الأسرى هيئة الأسرى أكدت أن 5 منهم يقبعون في عزل جلبوع ظروف صعبة. والعليا الإسرائيلية ترفض التماسا للإفراج عن الشقيقين بلبول. الصليب الأحمر ترفض دخول أهالي الأسرى لمقرها بالقدس. وأخيرا نقرأ من الحياة منظمات حقوقية فلسطينية تطالب بفتح تحقيقات في تهديدات الاحتلال لأعضائها وطواقمها. آخر عنوان من أولى الأيام هذا الصباح، ناشطون من 8 مدن حول العالم هي يافا، بوسطن، نيويورك، وهيوستن، جوهانسبرغ، وملبورن، بيرث، وتل أبيب، قاموا بإجراء عرض أضواء تنعكس في الماء، وذلك بعد تخفيض إسرائيل لإمدادات المياه للضفة الغربية وتلوث الناقص والنقص الحاد في المياه بقطاع غزة. نشطاء من 4 قارات قاموا بهذا العرض بجانب مصادر ماء مختلفة في بلدانهم وشكلوا كلمات مضيئة منها الماء هو حق أساسي وبلغات مختلفة لتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني جراء مصادرة مصادره من المياه. نعم، إذن خميس إلى هنا ننهي هذه القراءة في صحافتنا المحلية في هذا الصباح. بعد قليل ننتقل وإياكم إلى عناوين الصحافة الإسرائيلية وماذا حملت في هذا اليوم مع زميلنا فايز عباس. انتظرونا بعد الفاصل. Thank you.
الخير من جديد، اهلا ومرحبا بكل من انضم الينا في هذه الاثناء مباشره الى ابرز ما تناولته الصحف العبريه هذا الصباح من عناوين مع الاستاذ فايز عباس. صباح الخير. صباح الخير. شمال موضوع الطائرات اليوم؟ صباح الخير. نعم. شمال الاوراق طايره من الطائرات لانه فيها العنكبوت وفيها السلمونيلا. شو قصه العنكبوت هاي؟ العنكبوت ماريف. طيب يجي عليه. طيب طبعا اليوم وايضا قضيه الاولمبياده وريو وفشل الاسرائيليين يعني في مسابقات الامس، وايضا 44 عام على قتل الرياضيين الاسرائيليين في عمليه ميونخ. نعم. ولاول مره تم طبعا تأبينهم في الأولمبياد يعني في ريو دي جانيرو بعد ضغط إسرائيلي رهيب على اللجنة الأولمبية. نبدأ في صحيفة ديوت أحرنوت، يعني طبعا اللي حصلوا على الميداليات الإسرائيلية تحولوا إلى أبطال، وشفنا بالصحف يعني عناوين رئيسية وصورهن غطت، ولكن ضريبة الدخل تنتظرهم في المطار. ضريبة الدخل تنتظر من حصل على الميداليات. يردين جرب اللي حصلت على ميدالية في الجودو، وأوري ساسون أيضا اللي نافس المصري، سيدفعان كل واحد من 85 إلى 120 ألف شيكل ضريبة دخل على المبلغ الذي سيحصلون عليه كل واحد اللي يصل حد 250 ألف شيكل. مدير سلطة الضرائب: حتى من أجل هؤلاء لا يمكن استثنائهم قانونيا. ولكن وزيرة الرياضة شو اسمها ميري ريجيف تذكرها؟ نعم طبعا. هي ستطرح قانون يا لإعفاء من دفع الضرائب، ولكن هذا طبعا للأولمبياد الجاية يعني مش يعني بدهم يدفعوا. طبعا هنا أيضا نتذكر الرياضيين الذين قتلوا في عملية ميونخ 44 عام طبعا، وللمرة الأولى توافق اللجنة الأولمبية على تأبين هؤلاء. وفشل بالأمس الحصول على ميدالية في طبعا الألواح الشراعية الإسرائيلية، كانوا بانين أمال كبيرة على أيضا على هذه اللعبة. فلسطينية تحاول طعن جندية التي سيطرت عليها في حاجز شمال الضفة الغربية اللي حكيت عنه في الصحف الفلسطينية. وزير الأمن يمنع الجنود من التطوع ومساعدة أولاد المهاجرين الأفارقة. لك هذول غير قانونيين غير شرعيين، كيف إحنا منساعدهم يعني ومنتطوع معهم ومنساعد الأطفال؟ يعني حتى مساعدة الأطفال بالنسبة لليبرمان غير اليهود هي يعني تعتبر جريمة، وأمر بوقفها فورا. هذا خبر أطرف من هيك خبر أنا ما قرأت يعني في حياتي. تغيير اسم شارع بالي في اوريو ده. بالي اسم شارع، بالي يعني جاي عبالي اريد. وهذا الشارع سماه رئيس البلديه السابق بالي على من شان عشيقته، يعني كان عنده عشيقه سماها بالي لما عنده بيجي عباله يعني يلتقي فيها ولا بالي. فغيروا اسم الشارع طبعا الى جولدا مائير. طبعا يعني رئيس البلدية هو يعني اعتقل ودينا وكان عنده عشيقة يعني سمى الشارع إلها، يعني كل ما تمرق هناك تتذكر يعني. فغيروا له جولدا، عشان كيف شكل صاحبته يعني تشبه جولدا ولا لا. عشرات آلاف اليهود يؤدون صلوات في حائط البراق في ذكرى خراب الهيكل كما يقولون. طبعا هن بيصلوا في هذا اليوم يعني من شان ينزل المسيح المنتظر تبع اليهود يعني. حتى انه في بعض المتدينين اللي بنظفوا بيوتهم بشكل جنوني، يعني لربما سياتي في هذا اليوم يعني المسيح المنتظر، فبدهم يستقبلوا بيوتهم نظيفه. تمرد اولياء امور الطلاب ضد دفع الرسوم للمدارس لأنها كثيرة جدا وغالية ومرتفعة، واحتجاجا على قرار وزارة المعارف بعدم منع الطلاب الذين لا يدفعون الرسوم من المشاركة في الفعاليات المختلفة في المدارس. نشطت يعني الأولياء أمور الطلاب اللي بتهم لك هذا برضو إحنا بدنا نغطي هاي التكاليف. نداف أيال يكتب في صحيفتها يدوت أحرنوت اليوم:
إسرائيل لم تعد تهم أحد. في الماضي كانت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة تتمحور حول إسرائيل وخطة السلام المقترحة من قبل المرشحين. طبعا في الحملة الحالية لا يتم التطرق إلا ببعض العبارات القليلة جدا إلى إسرائيل ونزاعاتها، نزاعات إسرائيل طبعا الذي يعني يثير الملل في العالم. يعني إسرائيل لا، وإسرائيل أيضا اليوم ضعيفة وليس فقط مملة وإنما يعني هشة. هذا ما يكتبه يعني أيال نداف أيال، وهذا أمر خطير للغاية بالنسبة لإسرائيل ما يحدث اليوم في الولايات المتحدة. لكن يعني ترامب قرر التوجه إلى 350 ألف أمريكي في إسرائيل، والحزب الجمهوري سيبدأ بحملة في العبرية تحت شعار ترامب مصلحة إسرائيلية. رصاصة لرأس الإمام في نيويورك والجالية الإسلامية تعبر عن غضبها. من يومين هذا. نعم. الكاريكاتير في صحيفة يديوات أحرونوت اليوم بيحكي عن المدارس، ولكن عن المدارس، فتح المدارس، ولكن أيضا مع الأولمبيادة. يعني أنا برغض يعني مكتوب في آخر الكاريكاتير أيلول يعني بدأ السنة الدراسية سبتمبر، وأنه بربط العائلات يعني مين بدي يصلب الأول. يعني طبعا هني بربط دخول المدارس مع الأولمبياد يعني. تمام. ننتقل لصحيفة أرض. طبعا صحيفة أرض دائما الأخبار والعناوين الرئيسية تختلف عن باقي الصحف. إسرائيل أو الاحتلال يعد خطة لتطوير جنوب جبال الخليل. الإدارة المدنية، ما يسمى بالإدارة المدنية، وعدت بخطة استراتيجية واسعة وتنفيذ مشاريع بناء كبيرة جدا في المنطقة، مناطق صناعية، مركز طبي، وإقرار بناء 56 وحدة سكنية في الحي الاستيطاني أيضا في القدس الشرقية. طبعا هذا يعني كان وعد من الإدارة المدنية والحكومة الإسرائيلية لرئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني في منطقة جبال الخليل الجنوبية. ازدهار ظاهرة التسول في الشمال، أطفال طبعا فلسطينية ينامون في العراء ويدفعون الأموال التي يجمعونها للمقاول أو للمقاولين. في مئات الأطفال اللي من هذا النوع يعني اللي بيناموا بالشوارع. والمصاري بيجي بآخر اليوم المقاول بأخذ من هنا المصاري، وحتى بتركهم بدون أكل ولا شرب. في تقرير حوالي صفحة عن الموضوع. أنا بذكر أنه كان في المدة في الفترة الأخيرة لقاء إسرائيلي فلسطيني حول معالجة هذه الظاهرة. نعم. الشرطة تغلق نادي ليلي بعد اغتصاب فتاة في المرحاض في الشتاء الأبيب. كله اخطر وصدامات في الحرم القدسي في ذكرى هدم أو الهيكل. طبعا يعني واحتجاج المسلمين أدى إلى التوتر وإلى إخراج المستوطنين من باحات الأقصى، من يحاول يصلوا يعني هناك. شهادات إضافية عن اختفاء أولاد في إسرائيل في سنوات الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، وهم من الأشكناز مش من اليمنيين، ولا يعرف مصيرهم حتى اليوم. طبعا قتل إمام في نيويورك بعد خروجه من المسجد والخلفية غير معروفة. أعضاء الحزب الجمهوري ترامب يعني يقولون ترامب مشوش عقليا ومرعوب مصاب بالرعب. وتجنيد جوليانو، جوليانو هو كان رئيس بلدية نيويورك وهاكبي أيضا عضو سابق سيناتور سابق لمساعدته. كاريكاتير في صحيفة هارتس اليوم بيحكي عن السلمونيلا. نعم. جرثومة السلمونيلا في الأكل في اللاي. أما هنا الناحة السلمون، سمك السلمون، والناحة الثانية السلمونيلا. يعني اختار أنت إيش بدك يا خميس. سلمون. السلمون طبعا. صحيفة معريف طبعا معريف تخوف من رفع أسعار إيجار البيوت بعد قرار وزير المالية رفع الضريبة على الشقة الثالثة لكل شخص يملك أكثر من شقتين. يعني
صاحب شقة استثمرت كل أموالي التقاعدية في الشقة الثالثة، وطبعا هذا يعني لا يعقل انه يجوا ياخذوا منه يدفعوا ضرائب عليها. احد سكان بيت العزاري على الساحل مشبوه بقتل فلسطيني، بكتب عنه لص يعني، حاول سرقة شاحنة. لم يتم التعرف حتى الآن على الجثة، لكن عثر عليها أدوات لاقتحام البيوت والسيارات. طبعا هو أطلق سراحه إلى الاعتقال المنزلي هذا اليهودي بناء على قانون الدرومي. قانون الدرومي هذا تم إقراره بعد قتل يهودي لبدوي في النقب، دخل أيضا إلى مزرعته في النقب وتم محاكمته، لكن تم إقرار قانون اللي سمي درومي، اللي من يدخل على بيتك يعني محاولة سرقة وتقتله أنت لا تحاكم. طبعا هني وهذا القانون أقر في حينه ضد البدو أكثر من ما أنه يعني كل واحد يعني. طبعا يعني هو ادعى أنه هو هذا صاحب الشاحنة أنه أطلق الرصاص بالهواء، والقتيل لم يكن لوحده، كان معه شركاء هربوا. لائحة اتهام ضد كامل الذياب من حيفا الذي عبر الإشارة الضوئية بالإشارة حمراء بالإشارة الحمراء، نعم، وقتل شقيقتين وابنة، نعم، وطفلة من يافا، عرب طبعا. وطبعا حسب لائحة الاتهام تبين أنه كان تحت تأثير الهيروين. سوى متهم بالقتل واستعمال المخدرات وعدم تقديم المساعدة أيضا، نعم، للجرحى. وزارة الصحة تمنع مصنع الطحينة الأمير النسيخ من إنتاج وتوزيع الطحينة بعد أن عثر فيها على جراثيم السلمونيلا. طبعا هذا المصنع ولا عربي استثمر فيه أموال رهيبة في هذا المصنع. طبعا يعني لما كانت قضية الكورن فليكس وزارة الصحة ما صارعت إلى إغلاق المصنع، يعني شركة إسرائيلية أو مستثمرين إسرائيلي يعني، نعم، هون عشان عربي كيف بدك، ولكن لا يستطيعوا يعني في نهاية الأمر يعني إذا تبين أن المصنع نظيف يعني بيرجع إنه يشتغل عادي. وزارة المالية تقترح تقديم الدعم لمربي الأبقار مقابل رفع كميات اللحوم المستوردة بدون جمرك، يعني أنه بيعارضوا مربي الأبقار يعني، شايف هاي مشكلة يعني، مستعدين يدفعوا له المصاري بس يوافقوا على استيراد اللحوم. طبعا يعني كيلة اللحم تصل لإسرائيل من خاصة من أمريكا اللاتينية، لو إنه ما فيش قضية الحلال اللي الحخامات اللي بياخذوا عليها مصاري تصل لهون، تصل لرام الله ب 17 شيكل ممكن، ولكن بسبب الحلال تصل ل 40 شيكل. نعم. اعتقال 4 يهود في الحرم القدسي بعد أن أدوا الطقوس الدينية. واقتحام أكثر من 400 مستوطن للمسجد. الوزير أوري أرييل وعضو الكنيسة جليك، صاحبكم جليك يعني، طلبا اقتحام الأقصى لكن نتنياهو رفض. وزير الأمن أصدر تعليماته بمنع الجنود من المشاركة، منع مساعدة أبناء أولاد المهاجرين. عضو الكنيسة باسل غطاس من القائمة المشتركة يدعو المجتمع الدولي لفرض العقوبات على إسرائيل. هذا جاء في مؤتمر في كندا، وقال أن غطاس قال أن إسرائيل لن تخضع للقانون الدولي إلا بفرض عقوبات عليها. طبعا السبب طبعا ممكن يعتقلوه، بس لا لا اعتقال لا ما بيعتقلوه، لأنه عضو الكنيسة عنده حصانة وهذا جزء من حصانته يعني. ولكن طبعا ان اليوم بدهم يعملوا يعني بده يكون هو يتعرض لهجوم رهيب يعني. لقاء لبناني اسرائيلي، يعني من يقرا هذا العنوان يعتقد ان وزير الامن على الاقل يعني ووزير لبناني التقيا في قبرص، لكن تبين ان نائب الوزير ايوب القرة التقى مع أطيان صقر أبو الأرز اللي اسمه أبو الأرز، وهو لبناني هرب من لبنان بعد أن انسحبت إسرائيل من هناك وهو يسكن في قبرص حاليا. طبعا هو التقى في بحث أوضاع، بس هو مش في لبنان يعني. ارتفاع سعر الأناناس الكيلو 86 شيكل،
يعني اذا بدك يا خميس مش معروف ليش يعني ضبطوا عن وزيرة المعارف في السويد يعني في معروف القصة أصغر وزيرة في العالم في العالم واللي هي كانت تحت التأثير شوية نسبة بسيطة جدا يعني مسموحة قانونيا نسبة الكحول اللي كانت في دمها لكن مجرد ما أنه كشفت يعني قدمت استقالتها وهي أصغر وزيرة في السويد في تاريخ السويد وهي مسلمة بالمناسبة يعني والكاريكاتير اليوم من صحيفة معريب السماحة الشيخ حسن نصر الله سبايدر مان بنزل عليه بقول له شو قصتك انت مع نسيج العنكبوت يعني مع بيت العنكبوت دائما بيت العنكبوت يعني هذا قوي هو بقول انه صغير زي مثل بيت العنكبوت يعني انه ضعيف هش هذا سبايدر مان يعني اسرائيل يعني سبايدر مان هذا ممكن بالعودة لخطابه اللي كان في ذكرى العاشر الأخير تموز 2006 شكرا حبيبي شكرا جزيلا شكراً لك يسعد صباحك و يسعد صباحك أستاذ فايز نحن مستمرون معكم بمحطات مختلفة من فلسطين على صباحة العاشرة بالتوقيت المحلي بعد الفاصل نبدأ أولى محطاتنا المنوعة تفضلوا بالبقاء معنا صباح الخير من جديد مشاهدينا ونرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظات نكون في مشوارنا الصباحي مع أولى فقراتنا في هذا اليوم التي نخصصها للحديث عن الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع في عدد الأسرى في سجون الاحتلال من المرضى منهم بلغ العدد مؤخرا 700 أسير منهم حالات في غاية الصعوبة ومنهم من يقبعون في مستشفى سجن الرملة طبعا أمام ذلك بدأت
نقابة الأطباء الفلسطينيون واللجنة الطبية المنبثقة عنها لدراسة ملفات الأسرى المرضى المتوفرة لدى مؤسسات الأسرى بالتحضير وتجميع هذه الملفات داخل سجون الاحتلال، تمهيدا للمطالبة بإدخال أطباء لمعاينتهم والاطلاع على أوضاعهم الصحية ورفع شكاوى ضد قضايا الأخطاء والإهمال الطبي بحقهم. نناقش هذا الموضوع هذا صباح مع دكتور بشار فضل أحمد رئيس اللجنة الطبية لمتابعة شؤون الأسرى المرضى. صباح الخير دكتور. صباح. أهلا ومرحبا بك معنا. معنا أيضا مدير عام نادي الأسير سيد عبد العال العناني. صباح الخير سيد عبد العال. يسعد صباحكم صباح أبناء شعبنا أينما كانوا. إذن اسمح لنا نبدأ مع الدكتور. واللجنة عمليا بدأت بالتحضير، ما هو متوفر، وبدأت ب يعني البحث عن مصادر فيما يتعلق بملفات الأسرى المرضى. المصادر هي من وين بالتحديد؟ من وين راح نحصل على الملفات الخاصة بالأسرى؟ الملفات الطبية راح نحصل عليها من هيئة شؤون الأسرى، من نادي الأسير، من الأخوة في نادي الأسير، ومن عادل. حريات. طبعا هاي اللجنة بس مهمتها مش بس دراسة الملفات، في الدرجة الأولى راح نشكل قائمة أطباء من جميع التخصصات، من جميع الكفاءات والتخصصات اللي يكونوا قادرين على يكونوا على هبة الاستعداد وقادرين في أي وقت تسمح لنا سلطات الاحتلال بالدخول لمعاينة أسرانا المرضى. سوف ندخل إلى السجون في حال طبعا هاي اللجان نفسها راح تكون بدراسة الملفات الطبية بتقديم تقارير مفصلة عن حالة كل أسير، دراسة إذا كان هناك في أخطاء طبية، إذا كان هناك إهمال طبي. وهي الخطوات إن شاء الله إنها راح تكون حجر أساس لبناء خلينا نحكي نظام صحي كامل خاص بالأسرى، خاص بالأسرى، الأسرى المرضى يعني ما ينتج من حالات. لكن المرهون سيد عبد العلاني مرهون الموضوع بموافقة الجانب الإسرائيلي، يعني إذا إحنا درسنا الملفات وعرفنا كل حالة على حدة وما الذي تحتاجه، ما الذي قدم لها من علاج، بالتالي كما أشار الطبيب بأنه إحنا بحاجة لموافقة إسرائيلية حتى نتابع هذه القضايا. يعني إجمالا الملف الساخن بامتياز هو ملف الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال. صحيح. هم شهداء مع وقف التنفيذ بكل ما تحمل الكلمة من معنى، على ضوء يعني المعلومات الواردة لجميع المؤسسات حول حقيقة يعني ما آلت إليه الأوضاع الصحية للأسرى المرضى. صحيح أنها أوضاع يعني خطيرة للغاية، مهددين بالموت في كل حين في كل لحظة، هم يتعذبون على مدار الدقيقة وليس الساعة. نعم. متروكين فريسة للموت البطيء فيما يسمى بعيادة مشفى الرملة. بالتالي تداعت هذه المؤسسات وعلى رأسها الإخوة في نقابة الأطباء مشكورين اللي نجحنا يعني في الماضي عندما يعني الأسير المضرب عن الطعام هو يصبح حالة مرضية. نعم. ومهدد حياته في كل لحظة. فنجح وفد فلسطيني من الإخوة في نقابة الأطباء الفلسطينية ممثلين عن وزارة الصحة أيضا بالذهاب لمعاينة الأسير المضرب عن الطعام بلا الكيد. وبالتالي هذا يبنى عليه بأنه يجب علينا فلسفة المحاولة. يعني قضية المعيقات الإسرائيلية واردة، هناك لجان تحقيق دولية ومنعت من مؤسسات. صحيح. دولية. نعم. ومنعتها إسرائيل. وفعلا نحن لا نيأس، علينا أن نتواصل بالجهود من أجل يعني ليس فضح ممارسات إسرائيل، لكن من أجل تقديم شيء فعلا ملموس لأسرانا المرضى. لأنه يعني قضية المناشدات والتوجيه عناية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية هذه مرحلة يعني أقول بصراحة أصبنا بالإحباط نتيجة أنه هناك على أهمية دولة ولكنها لم تجدي نفعا. صحيح. حتى المؤسسات الدولية قلصت الطواقم العاملين في فلسطين، لا يعقل منظمة صليب أحمر دولي لا يكون طاقم أطباء متخصص ينتشر على 26 سجن في إسرائيل، هناك أكثر من 7000 أسير فلسطيني. الأسرى فعلا لا يتعرضوا لفحوصات دورية. نعم. لاكتشاف المرض بوقت مبكر. صحيح. مما يدفع بتفاقم هذه الحالات وتدهورها. نعم. بشكل مفاجئ، وهذا ما يحصل مع أسرانا المرضى للأسف. نضف إلى ذلك قضية من خلال الهبة الشعبية لاحظنا القمع الإسرائيلي باعتقال الفلسطينيين وإطلاق الرصاص من مسافة صفر، هناك فعلا جرحى من الأسرى من الأسيرات يعانوا أيضا، وهذا رفع يعني العدد خاصة الحالات المرضية التي تعاني داخل سجون الاحتلال. ففعلا عندما يتشكل جسم موحد من هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير وحريات وممكن الانضمام ل يعني بعض مؤسسات أخرى معنية في الموضوع مع الأخوة في نقابة كجهة اختصاص نقابة الأطباء في فلسطين،
أنا أقول نحن نعمل دائما كنا دور قانوني فقط، هي مع المعلومات التي نوثقها هي معلومات عبر المحامين، فعندما يذهب محامي عفوا طبيب متخصص هو الذي يشرف على هذه الحالة بشكل مباشر وأخبر بتلك الفحوصات التي أجريت للمريض، ممكن أن يرفع توصيات لها علاقة في إنقاذ حياة المريض، لا يمكن يعني أنا أخذ دور زميلي الدكتور، لكن هذا هو الحال. سنتابع، ولكن نريد أن نتحدث أيضا من ناحية طبية دكتور، وهنا نتحدث عن حوالي 5000 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي ككل، الحديث عن 700 أسير منهم هم مرضى داخل السجون، هو رقم لافت بالتأكيد، وخاصة أنه عديد الأمراض تظهر لدى المعتقلين في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية. من ناحية طبية يعني ما هي توقعات إن كان من ناحية الإهمال الطبي أو الظروف التي يعتقل فيها الأسرى داخل السجون والتي تساهم في ظهور هذه الأمراض؟ أكيد طبعا الظروف اللي عايشين فيها أخواننا الأسرى أنها بتساعد على ظهور هذه الأمراض، زي ما تفضل أنه بالنسبة للكشف عن هذه الأمراض في بداياتها وعدم عمل الفحوصات الدورية كمان بيساعد على تفاقم هذه الأمراض وعلى صعوبة علاجها فيما بعد. اعتقال الأسرانا وهم جرحى وبحاجة إلى علاج ماس كمان بيساعد على تفاقم هذه الأمور. صراحة العلاج أو الخطة اللي احنا ناويين نشتغل عليها غير أن ندرس الملفات، احنا رايحين نراسل جهات دولية، احنا رايحين نقوم بإحراج عمليا سجون سلطات الاحتلال، لانه الملفات هي راح تكون مدروسه مهنيه بمهنيه عاليه جدا وبتوصيات شو العلاج اللي إلها، زائد انه الوقوف امام المحاكم الاسرائيليه بتقارير مفصله عن حاله كل مريض، احتماليه انه تنزل من الاحكام لهم او الافراج عنهم، هاي كمان راح ندرسها. طبعا للاسف احنا ما بنقدر ندخل للسجون لدراسه الاسباب، الوقوف على الاسباب بعينها، لانه هذا زي ما احكي في صعوبه في هاي الشغله، ولكن نامل ان شاء الله انه بالضغوط بجهات مختلفة ومن جهات مختلفة انه نقدر ندخل لهذه السجون ونعين أسرانا داخل هذه السجون. بشكل عام سيد عناني، الأمراض التي يعاني منها الأسرى وأبرز تلك الحالات يعني وأنتم متابعون لهذه يعني من كفرتها لا أود يعني، لكن لابد من أن أعرج على بعض عناوين صارخة من الأسرى المرضى المقيمين فيما يسمى في مشفى الرملة. منصور موقدي يعني أولا حالة لا يقوى، يعني مقعد، أمعاء بلاستيكية، معاناة مستمرة، يعني يعاني من عدة أمراض، متروك فريسة للموت، يعني حاول لفت أنظار العالم وأقدم على خطوة الإضراب عن الطعام، تخيل، وهو لا يقوى على الإضراب عن الطعام بوضعه الصحي، ولكن هذه هي الحقيقة المرة للأسف. هم متروكين يعني كما ذكرت في مشفى الرملة على المسكنات فقط، لا يعرضوا هناك، يستخدموا كحقل تجارب بكل ما تحمل الكلمة من معنى، حتى الأدوية. يعني نعم. عندما نتحدث عن حقل تجارب كان في مرة من المرات تصريح إسرائيلي اعترفوا من قبل طبيب يعني بهذا الموضوع، ولكن هل هناك إثباتات أخرى تؤكد أنه بتم التعامل مع الأسرى كحقل تجارب؟ طبعا هذا ما يضع إسرائيل تحت المسؤولية القانونية يعني، ويمكن إثباته فلسطينيا. يعني أختي العزيزة، نجحنا في خطوات عملية بإيفاد أطباء شرعيين للوقوف على حقيقة ما جرى مع عدد من الأسرى الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال، وفعلا ثبت بالتقارير الرسمية بأنه إسرائيل لها يد طولة في عملية استشهاد هؤلاء، حتى أنه يعني الأسير الله يرحمه الشهيد ميسر أبو حمدية تفاقم السرطان وكان يعني لا يقوى على الكلام، لا يقوى على الكلام، وكان متروك فقط للموت، يعني حكم عليه بالموت داخل السجن، لا يمكن، لا لم تسمح إسرائيل للإفراج عنه في اللحظات الأخيرة ليستشهد في أحضان عائلته. هذا هو الاحتلال، هذا الوجه القبيح للاحتلال. نحن علينا بالمقابل أن نتصرف بما نمتلك بمجموعنا من مهنية في اتجاه كما ذكر الدكتور قضية إحراج إسرائيل، يعني إن لم تستحي فاصنع ما شئت، لكن عندما نجيش كل الأنصار كل الأصدقاء
من هذه الدول التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان إسرائيل ترضخ. أنا أقول هلأ شو المبررات الإسرائيلية؟ يعني هذا السؤال المطروح في قضية عدم تقديم العلاج كونهم يتحملوا المسؤولية عن حياة أسرانا داخل سجون الاحتلال. قضية تقليص النفقات، يعني عندما يعلموا بأن فلان فعلا بحاجة لإجراء عملية يتم تحديد موعد، يتم المماطلة في إجراء هذه العملية تحت طائلة أنه بتكلف 200,000 شيكل. طب ما يعني انتم اللي بتحملوا مسؤوليه طيب. اجراء هذه العمليه طيب طالبوا من بعض الاسرى عفوا اخي خميس انه يمولوا يعني ثمن اجراء هذه العمليه على حساب الاسير او على حساب السلطه الفلسطينيه. وهذا فتح مجال وباب جديد من هون يعني. الموضوع نعم. هذا واللجنه الطبيه ستدرس ايضا موضوع الاسرى المحررين اللي بيعانوا من بعض الامراض. يعني بنشوف الشوامره امبارح يعني وجه مناشد للرئيس محمود عباس بتحويله للعلاج داخليا ولا خارجيا، مش عارف كيف التفاصيل، ولكن في مناشده من الشوامرة من بني نعيم بالخير. يعني المعطيات أخي العزيز من خلال الأسرى المحررين فعلا أول ما يخرج الأسير بعد هذه السنوات الطويلة يخضع لفحوصات شاملة، يعني في أي مكان سكن في أي مركز صحي، فسرعان ما يتم يعني أنه يعاني من بعض الأمراض. هذه ممكن تعطي مؤشر ودليل على حجم الأمراض الدفينة والمزمنة التي تستشري في أجساد يعني أسرانا داخل سجن الاحتلال. فما حصل مع الأسير نعيم شوامري، هو يعني دخل على قدميه ما شاء الله عنه، أصيب بمرض أدى إلى ضمور في العضلات، لا يقوى على الكلام على الحركة. طبعا وزارة الصحة وسيادة الرئيس ووزير الصحة الكل يعني استنفر من أجل تقديم خدمة العلاج في أي مكان في العالم، لكن للأسف كانت فرص المتاحة لمثل هذا المرض غير متوفر للأسف. نأمل له الشفاء، يعني لا شيء بعيد عن يد الله. إضافة أيضا بس هيك إشارة صغيرة، حتى الأشبال يعني داخل سجون الاحتلال يعانوا نتيجة كما ذكر الدكتور يعني قضية الأمراض العدوى التي الأوبئة التي تنتشر في بعض السجون، يعني كل ذلك معاناة مستمرة. نعم. أخيرا دكتور اسمح لي أفعل أضيف كلمة واحدة بس، أنه للأسف يكون عندنا 25 سجين أسير نعم. مرضى نفسيين وعقلاني وعقليين نعم. يعني هؤلاء الأسرى حتى لا يمكن محاكمتهم من ناحية قانونية، وعلاج مختلف كمان، علاج مختلف كليا طبعا. 25 أسير مرضى نفسيين وعقليين كانوا عندنا في مستشفى الأمراض العقلية في بيت لحم، في منهم كان يقبع هناك حتى أنه ممنوع تقدمه من ناحية قانونية للمحاكم، ومع ذلك هم يقبعون وبدون علاج. أتمنى لكم يعني النجاح في الجهود التي تتبعها. يعني بس إشارة صغيرة بمثل سريع لحصة الأسرة كبيرة في هذا البرنامج. أنا أقول اللواء فؤاد الشوبكي أكبر الأسرة سنا وعمرا في داخل سجون الاحتلال، يعاني من ورم سرطاني، نقل إلى المشفى ينتظر موعد للأسف بدون أي جدوى بدون أي نتيجة. صحيح. هذه مؤشر، ومن ثم يتم إعادته إلى السجن. صحيح. هكذا حال أسرانا المرضى. نشكركم سيد عبد العال العناني مدير عام للأسير، شكر موصول أيضا لدكتور بشار فضل أحمد رئيس اللجنة الطبية لمتابعة شؤون الأسرى المرضى. صباح الخير، يعطيكم ألف عافية. صباحكم. شكرا. إذا نكون في متابعة وإياكم في فلسطين هذا الصباح، وفقرتنا القادمة من استوديوهاتنا في غزة تضم إلينا زميلتنا أسماء الوادية من غزة للحديث عن هذه الفقرة. يسعد صباحك أسماء. صباح الخير. صباح الخير، صباح الخير خميس، صباح الخير ضحى، يسعد صباحكم، يسعد صباح كل الزملاء في استديوهات رام الله، لكل الساده المشاهدين وين ما كنتم عم بتتابعونا عبر شاشه تلفزيون فلسطين بفلسطين هذا الصباح، يسعد صباحكم، نتمنى لكم نهار سعيد باذن الله تعالى مشاهدينا الاعزاء. وبموضوع فقرتنا لهذا اليوم سنتحدث عن مصور صحفي من قطاع غزة حاز على جائزة أندريس تينين الدولية. طبعا هذه الجائزة فاز فيها على مدار سنتين على التوالي. الصورة الأولى التي فاز فيها كانت بخصوص يعني أو التقطت من جبل عرفة، والصورة الثانية هي صورة إخبارية. لنتعرف أكثر على هذه الصور ومحتواها، لنتعرف أكثر على هذا المصور الصحفي من قطاع غزة، يسعدني أن أرحب به معي في الأستوديو الأستاذ أشرف أبو عمرة مصور صحفي. صباح الخير أشرف. صباح النور.
يعني بداية أكيد بنتشرف بحضرتك باستديوهات فلسطين هذا الصباح، ونعرف منك عن هذه الجائزة بشكل مفصل أكثر. أسعد الله صباحكم وصباح كافة السادة المشاهدين الكرام في هذا الصباح. حقيقة الجائزة هي جائزة أندريس تنين الدولية التي تقام في العاصمة الروسية موسكو، والتي ترعاها الوكالة الروسية للتصوير الصحفي الدولي. هذه الجائزة هي جائزة من عدة فقرات. الفقرة التي قمت بالتقديم فيها هي فقرة التوب نيوز، الصورة الإخبارية. التقطت هذه الصورة، الصورة الإخبارية التي قمت بتقديمها في هذا المحور هنا في قطاع غزة قبل تقريبا 10 شهور. الصورة هي للطفلة رهف حسان، عامين، من منطقة حي الزيتون بمدينة غزة، والتي قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهم من خلال طائرات F-16، واستشهدت هي ووالدتها في هذا القصف الذي استهدف منزلهم. طبعا احنا هلا عم نشوف هاي الصورة على الشاشة مع السادة المشاهدين أشرف، يعني قديشها صورة بتلامس الإنسانية، بتلامس الإحساس لدى المواطن في جميع أنحاء العالم مش بس في قطاع غزة. يعني طفلة مستشهدة والدها عم يحضن فيها وعم يبكي بجانبها. نعم. أكيد صورة مؤثرة جدا. نعم، هذه الصورة حقيقة هي لوالد الطفلة رهف يحيى حسان، عندما قاموا أقربائه بالذهاب بهذه الطفلة لكي يقوموا بتشييعها هي ووالدتها بعد استشهادهم، ولكن أبى الوالد إلا أن يقوم بإلقاء نظرة الوداع على طفلته التي استشهدت في هذه الغارة. وكانت لقطة حزينة ومؤثرة جدا. هذه الصورة عندما التقطتها وقمت بإرسالها لبعض من الوكالات التي أعمل معها، انتشرت في بداية الأمر انتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أيضا عبر عدد كبير من الجرائد والمجلات في العالم بشكل كبير. واعتقدت منذ اللحظة الأولى وبعد انتشارها بشكل واسع بأن هذه الصورة هي صورة مؤثرة، وهي الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الذي يقتل الأبرياء ويقتل الأطفال. وقمت بإرسالها لهذه الجائزة ولجوائز أخرى، وحزت على المركز الثاني في هذه الجائزة. هنا أشير بأن هذه الجائزة هي جائزة أندريس تنين الدولية، يقدم فيها وقدم فيها في هذا العام من 71 دولة أكثر من 7000 مصور على مستوى العالم. تمام. ومن الجدير بالذكر نقول بأنه أنت أشرف شاركت فيها السنة الفاتت. نعم. وحصلت على المركز الأول بصورة كانت من جبل عرفة. يعني قديش حلو المثابرة والإصرار على النجاح كمان من قبل أي إنسان، بأنه حتى قديشك أخذت المركز الأول ولكن صممت أنك ترسل كمان صورة وتشارك في هاي الجائزة مرة أخرى. يعني احكي لنا عن الصورة في السنة الفاتت. نعم، الصورة للعام الماضي كنت أحد أعضاء البعثة الإعلامية الفلسطينية التي قامت بتغطية موسم الحج في المملكة العربية السعودية. التقطت صورة كانت أعلى جبل عرفات عند صعود الحجيج إلى هذا الجبل يوم عرفة. فكانت الصورة أيضا قوية جدا، وقدمتها في محور الديري لايف الحياة اليومية، وفازت هذه الصور أيضا بالمركز الأول. هذه الصورة أيضا انتشرت انتشارا واسعا في ذاك الوقت، لأنها صورة كانت معبرة للمسلمين وهم يصعدون جبل عرفات. الحقيقة الصور التي أقوم بانتقاؤها أو التقاطها بعدستي أقوم ب طبعا هاي هي الصورة اللي عم نشوفها على الشاشة مع السادة المشاهدين عن الحجاج على جبل عرفة. نعم، هذه الصورة هي في السنة السابقة. نعم. هذه صورة لأربعة من الحجيج وهم نائمين على أعلى جبل عرفات. المشهد مهيب للغاية، والصورة قوية من الزاوية الفنية. أعتقد بأن يعني هذه الصورة قوية من صحيح. الناحية الفنية للصورة، أي الحجيج يصعدون إلى جبل عرفة وهناك بعض الحجيج يعني مستلقين ومرتاحين فوق لكي يخرج الصباح ليستكملوا يومهم في المشاعر هناك. حقيقة الصور الذي أقوم بالتقاطها بكاميرتي أقوم بفرز عدد قليل منها، والذي يكون عليه فوكس يعني فوكس أو إيضاح في الصورة، لكي أقوم بتقديمها في هذه الجوائز، وأيضا أرسلها للعمل لشغلي أو العمل الذي أعمل معه. وعندما أرسل هذه الأعمال للوكالات الذي أعمل معها يعني تكون لها انتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي
انتشار أيضا عبر المجلات والجرائد في العالم. يعني مثل ما شاهدنا حتى في الصورة في جبل عرفة كان في شيء غريب في الصورة، شيء جمالي، شيء بيلفت النظر لتعرف أكثر على هاي الصورة والخوض في فحواها أو في موضوعها أكثر. طيب إذا نحكي عن كيفية مشاركتك في هاي الجائزة، يعني شو اللي خلاك تشارك فيها؟ كيف تعرفت عليها؟ احكي لنا أكثر. حقيقة عندما افتتحت الجائزة، جائزة أندريس تنين، وأعلنت للصحفيين في أنحاء العالم بأنها فتحت أبواب استلام الطلبات لتقديم في هذه المسابقة، قمت ب يعني قراءة هذا الخبر وشاركت في هذه المسابقة بصورة واحدة فقط في محور التوب نيوز، الصورة الإخبارية. أنا أعتقد بأن الصورة منذ اللحظة الأولى بأنها صورة قوية ومن الممكن أن تترشح للمراكز الأولى، وبالفعل هي ترشحت في البداية ثلاثة مراحل كانت لهذه المسابقة، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة النهائية اللي هو الإعلان عن الفائز في هذه المسابقة. أعتقد بأن لجنة التحكيم التي تقوم بتحكيم هذه الصور هي لجنة من كبار المصورين في العالم، وهم مصورين دوليين حازوا على جوائز دولية وعالمية قبل ذلك. فهذه الصورة يعني بحد ذاتها أن تفوز في هذه المسابقة وأن تحظى بتحظى بأعلى سلم التصويت في هذه اللجنة أو لجنة التحكيم، فهذا شيء كبير وهو يحسب نجاح ليس لي كمصور صحفي فلسطيني بل للقضية الفلسطينية بشكل عام، للدولة الفلسطينية بشكل عام، لأن صورة لطفلة صغيرة ووالدها يحتضنها وصورة إنسانية أن تخرج للعالم بأجمع لكي تتصدر المشهد من جديد، هذا يعني الكثير. هذه الصورة أيضا ستتنقل باتجاه جميع دول العالم في معارض سيتم افتتاحها في 30 من هذا الشهر، ومن ثم ستتنقل إلى جميع دول العالم لكي يشاهدوا هذه الصورة في المعارض التي ستقام. يعني كمان قديش رائعة هاي الثقة اللي بتتكلم فيها أشرف، وقديش رائع بأنه من بين هالأعداد الكبيرة من المصورين الصحفيين من جميع أنحاء العالم يكون في مصور صحفي فلسطيني عم يفوز بالمراتب الأولى وبسنين متتالية مش فقط لسنة واحدة. طيب إذا نحكي عن تغطيتك للأحداث، تغطيتك للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، حدثنا بخصوص هذا الموضوع. نعم، حقيقة أنا أعمل في المجال الصحفي منذ تقريبا 15 عاما، أصبت أكثر من 3 مرات على مدار التغطية الإعلامية المتواصلة، غطيت 3 حروب متتالية على قطاع غزة، آخر هذه الاعتداءات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وبحق الإعلاميين الفلسطينيين. هنا أشير بأن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد في كل حرب أو في كل مواجهة أن يستهدف الصحفيين الفلسطينيين بشكل مباشر، وآخر هذه الاعتداءات ارتقاء 17 شهيدا صحفيا من زملائنا أثناء تغطيتهم في الحرب الماضية على قطاع غزة. هذه الصور التي تعرض الآن هي تم التقاطها بعدسة كاميرتي في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وهي مشاهد مؤثرة ومشاهد أليمة للدمار وللمعاناة الذي يعانيها قطاع غزة. في صورة لفتت نظري بصراحة بشكل جدا كبير، يعني فتاة مستلقية على سرير مستشفى وبجانبها دمية أو لعبة. هذا الشيء قديش في رسالة كتير قوية بأنه طفولة هاي الفتاة، بأنه هاي الطفلة ما إلها ذنب ولكن هي عم تتعالج بالمستشفيات. هذه الطفلة لها قصة خاصة أيضا، كافة عائلتها استشهدت. هذه كافة أفراد عائلتها استشهدت في الحرب الأخيرة على قطاع غزة. أتمنى أشوفها كمان مرة. هذه الطفلة استشهدت كافة عائلتها. أنا قمت بالذهاب للمستشفى وشاهدت الطفلة وركزت على هذه الطفلة وانتشرت صورتها بشكل كبير جدا على كافة المواقع وكافة الجرائد العالمية، أخذتها صحيفة التايم البريطانية والجارديان والنيويورك تايمز الأمريكية، عدد كبير من الصحف العالمية تم استخدام هذه الصورة لأن لها قصة خاصة واستشهدت. الصورة طبعا هلأ عم تعرض على الشاشة. نعم، هذه الصورة هي لطفلة في مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة تقريبا في اليوم 10 للحرب على قطاع غزة، وهو أفراد عائلتها تقريبا استشهدوا، فقط الذي نجا من المنزل الطفلة ووالدها تقريبا على ما أذكر. المعاناة حقيقة الذي يعانيها قطاع غزة هي ليس مقتصرة فقط على المدنيين أو على العائلات الفلسطينية، كافة شرائح المجتمع هنا في قطاع غزة إسرائيلي والاعتداءات المتكررة
متكررة. نحن كصحفيين فلسطينيين تعرضنا كثيرا للاعتداءات المباشرة. آخر هذه الاعتداءات كانت خلال العشرة شهور الأخيرة وخلال انتفاضة القدس. أنا أصبت بشكل مباشر عندما كنت أغطي هذه الهبة الجماهيرية على حدود قطاع غزة بالقرب من موقع ناحية العوز شرق حي الشجاعية بقنبلة غاز مباشرة في صدري. بعد هذه الإصابة أيضا تقريبا بعشرة أيام أصبت في يدي بشكل مباشر بطلق ناري. هذا الطلق الناري حتى الآن ما زلت أعاني منه. قمت بالخروج باتجاه جمهورية مصر العربية لإجراء عمليات جراحية وزرع أعصاب في يدي. حتى الآن لم يعود حتى الإحساس لي في يدي وما زلت أتلقى العلاج وأخذ العلاجات حتى الآن. ومن المقرر أن أعود لمصر لأجري أيضا عمليات جراحية أخرى. حقيقة المعاناة لا تقتصر فقط على المدنيين أو على شرائح متخصصة هنا في قطاع غزة بل كافة شرائح المجتمع الفلسطيني. نعم الجميع مستهدف والجميع تحت طائلة النيران الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية. إذا معاناة جدا كبيرة بيعانيها المصورين الفلسطينيين في قطاع غزة. يعني إذا بتتحدث حضرتك عن يعني تغطية فقط أنت رايح تأدي عملك. نعم. رايح تنقل الصورة ولكن برضو الاحتلال الإسرائيلي لم يرحم هذا العمل ولم يرحم هذا الأداء اللي بتقوم فيه مع أنك يعني مش عم بتشكل خطر على الجهات الإسرائيلية. طيب إذا نحكي هلأ عن الشباب الفلسطيني، يعني حضرتك كشاب فلسطيني عندك عزيمة عندك إصرار على نقل الصورة بالشكل الواضح لجميع العالم، عندك عزيمة على أنه الشباب الفلسطيني يكون دائما بأعلى المراتب. يعني كيف وضع الشباب اليوم بتشوفه؟ يعني أعتقد بأن الشباب هم الشريحة المميزة أو الشريحة التي هي من المفترض أن تكون هي صانعة القرار وأن تكون في يدها كل شيء، لأن الشباب هم نواة المستقبل، هم الذين يتطلع إليهم الجميع بأن ينهضوا بالدولة أو ينهضوا بالبلد أو ينهضوا بالمجتمع إلى بر الأمان. حقيقة نحن هنا في قطاع غزة نعاني الأمرين من كافة الجوانب. حقيقة الحصار المفروض على قطاع غزة هذا يشكل عبء كبير على الشباب. نحن كشباب فلسطينيين وكمجتمع فلسطيني بشكل عام حقيقة ليس لدينا أدنى مقاومة الحياة هنا في قطاع غزة. قطاع غزة هو قطاع محاصر صغير، كافة النواحي الإنسانية أو المجتمعية أو العمل حتى فيه في قطاع غزة هنا لا يوجد أعمال، لا يوجد أي شيء هنا في قطاع غزة. الوضع جدا صعب وجدا مأساوي في قطاع غزة لفئة الشباب وكافة فئات المجتمع. ولكن أشرف خلينا نقول بأنه على الرغم من هاي الصعوبات. نعم. وعلى الرغم من هذا الحصار وأمور كثيرة يعاني منها الشباب الفلسطيني إلا أنه يعني في عنده مواهب. نعم. في عنده أمور جميلة بيحاول دائما يبرزها للعالم. نعم أشهر. حقيقة هذا شيء أكيد. هنا قطاع غزة كما ذكرت أنا أتحدث عن نفسي كنموذج، أنا كمصور صحفي أعمل منذ 15 عام يعني لم أمل ولم يعني لو للحظة واحدة أن أتوانى عن تقديم ما أملك من إبداعات أو من تميز في مجالي التصوير الصحفي. فزت في عدة جوائز دولية ومحلية. العمل حقيقة يحتاج الكثير كي تصل إلى هذه المستوى من المستوى من التميز أو من المسابقات الدولية أو تفوز في مسابقات دولية تحتاج الكثير. وأنا كمصور صحفي حتى الآن لم يعني أعمل مع جهة معينة. أنا حتى الآن مصور فريلانس مصور حر وأقوم بتوثيق كافة مناحي الحياة هنا في قطاع غزة وأقدمها في جوائز دولية ومحلية وتفوز وبفضل الله يعني وصلت الله. إلى هذه يعني بتمنى لك التوفيق بإذن الله تعالى ومنها للأعلى إن شاء الله. شكرك جدا على تواجدك معنا لليوم أشرف أبو عمرة مصور صحفي. يسعد صباحك. يسعد صباحكم مشاهدين الكرام. لهون بنوصل وإياكم لختام فقرتنا لليوم من استديوهات قطاع غزة. هلأ رح بنتقل وإياكم مباشرة لاستديوهاتنا في رام الله ضحى وخميس. يسعد صباحكم. يسعد صباحك يا أسماء. شكرا جزيلا لك. مستمرون معكم مشاهدينا بمحطات مختلفة حتى العاشرة في فلسطين في الصباح لهذا اليوم. والحديث هذا الصباح عن منتجات إسرائيلية ملوثة بجراثيم سلمونيا. اليوم كمان الصحف الفلسطينية تحدثت عن هذا الموضوع في بعض دواجن الحديث في الشارع الإسرائيلي وأيضا تقارير إسرائيلية لمحطات التلفزة ووسائل الإعلام المختلفة. نعم سنتابع هذا الموضوع حول ما يتعلق بهذا المرض وانتشاره بمنتجات إسرائيلية ولكن بعد فصل قصير، فكونوا معنا في هذه الفقرة.
من جديد أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في فلسطين هذا الصباح، نتواصل وإياكم وهذه الفقرة التي نعتبرها من الفقرات الهامة جدا التي تخص كل المواطنين وربات البيوت تحديدا، وذلك بعد انتشار مرض السلمونيلا والذي عثر عليه في عديد من المنتجات الإسرائيلية. طبعا هذه المنتجات التي تغزو الأسواق الفلسطينية ويتناولها عديد المواطنين أيضا. الشركات الإسرائيلية اضطرت لسحب أكثر من 200 صنف من عدة شركات إسرائيلية. طبعا خميس هذه الأصناف كانت عدة شركات وليست في شركة، واحدة وتعلقت بشركة الأمير مؤخرا وأيضا شركات أخرى مثل تلما قبل ذلك، وتم سحب هذه المنتجات من الأسواق. صباح السيد أسامة النجار ناطق باسم وزارة الصحة معنا في استوديو فلسطين هذا الصباح ليحدثنا أكثر عن إجراءات وزارة الصحة ورسالة ربما تكون تطمينية أكثر منها للمواطن الفلسطيني المستهلك بالدرجة الأولى. صباح الخير. بالتأكيد صباح الخير خميس، صباح الخير ضحى، صباح الخير لكل أبناء شعبنا. كيف ممكن نطمن السادة؟ يعني أولا بدي أطمنهم على شغلة أساسية، أنه أولا مصادر المياه مثلا في فلسطين يعرفوا كل أبناء شعبنا، يوميا تفحص في مختبرات الصحة العامة بشكل يومي، تأتي العينات من كل مصادر المياه التي تزود الضفة الغربية وتفحص في مختبر الصحة العامة، ويتم الحديث فقط مباشرة مع المسؤولين عن هذه الأبار اللي تقوم بنقل الماء إذا كان يلزم عملية تعقيم إضافة كلور زائد أو أن الوضع تمام ما فيش أي مشكلة حتى تكون مصادر المياه نقية. هذا أهم شيء لأن المياه موجودة في كل بيت ولا يمكن حد يستغني عنها. الأغذية والأطعمة يوميا ترد لوزارة الصحة مئات العينات، إما تأخذ من المستودعات التجار مباشرة يتم فحصها بأخذ عينات عشوائية، موظفي وزارة الصحة المراقبين الصحيين بروحوا على هذه المراكز بأخذوا عينات عشوائية ويتم جلبها للفحص من عبر مديريات الصحة في الضفة الغربية. أي شيء يتم استيراده من خارج فلسطين أيضا يجب أن يخضع للفحوصات المخبرية في مختبر الصحة العامة بعد أن يتم إخراج النتيجة والتأكيد أنه خالية من الملوثات الجرثومية والكيميائية يتم السماح ب وضعها في السوق الفلسطيني. رجعنا للعشر أيام الماضية، كل المنتجات اللي فحصت وخاصة كنت مركزا على المنتجات الإسرائيلية بعد القصة اللي طلعت عن المنتجات الإسرائيلية بالضبط، وجدنا أنه كل ما فحص من المنتجات الإسرائيلية دخل عنا خلال العشر أيام الماضية كان خالي، ما كانش فيه أي شيء. هلأ هذه الشركة مش كثير منتشرة بضاعتها موجودة في السوق الفلسطيني بشكل كبير، واضح أنه شركة الأمير مش الشركه اللي تلما ولا الامير الكورنفليكس ثنتين ثنتين سلطه شمير بالضبط. هذه السلطه سببها كان والطحنيه هي سبب الطحنيه السبب الرئيسي للطحنيه. يعني الشركه المورده للطحنيه لهذا المصنع اللي بيصنع كل انواع السلطات والحمص وهذه الامور هو كان يعلم انه الطحنيه اللي عنده مصابه بالسلمونيلا ومع ذلك باعها للشركه. والشركه عندما لم تتاكد من نظافة المواد التي استخدمتها في التصنيع، وبالتالي كانت هناك مشكلة كبيرة جدا، حتى أنه هناك مطالبات بتعويضات من الجمهور الإسرائيلي بملايين الشواكل نتيجة الخطأ الموجود. لكن احنا عندنا بوزارة الصحة قبل فترة منتجات الألبان مثلا، كان هناك خمس شركات إسرائيلية منتجات الألبان ملوثة وأعلننا ذلك بشكل صريح أنه هذه منتجات ألبان خمس شركات إسرائيلية كانت ملوثة على رأسة نوفا. كانت واضح أنه في تلوث موجود فيها، وخاصة أن العدد الكلي نسميه احنا البكتيريا الموجود فيه فوق الطبيعي، كمية الخمائر الموجودة فيه كانت عددها فوق الطبيعي. طبعا هم بتلاعبوا في هذه الكميات حتى يزيدوا من تاريخ انتهاء الصلاحية المدة يعني مقصود بالضبط، هم بيلعبوا في هذا المادة حتى يزيدوا من تاريخ انتهاء الصلاحية. ربما أحيانا لا يكون الضرر ظاهر على الإنسان، ولكن هي بتحكي عن ضرر تراكمي مع الزمن، استهلاك الأول مرة وثاني مرة وثالث مرة. طبعا الفحص كما أشرت هو يعني بشكل يومي نعم، ولكن راح يتركز في الفترة راح يتركز فترة المقبلة بزيادة بالتأكيد عندما يصير في أصناف أخرى عندما يصير في عنا انتشار مثل الحالة هذه فورا موظفي التفتيش الصحي في الوزارة بقوموا بعمليات زيارات ميدانية حتى للمحلات التجارية العادية السوبر ماركتات، محلات بتبيع هذه المواد بقوموا بزيارات مفاجئة لها، بتطلعوا على الرفوف إذا كان في شيء من منتجاتها بسحبوه، بياخذوا عينة رسمية منه
سيد أسامة، يعني ألا يتطلب ذلك إجراء أكثر صرامة من الجهات المسؤولة بمنع دخول منتجات هذه الشركات بتاتا إلى الأسواق الفلسطينية، طالما يعني أنه هناك شكوك وتخوفات، فلماذا نفتح هذا المجال بالأصل وتبقى يعني تحت التجربة والفحص؟ لماذا لا يكون قرار رسمي بمنعهم دخول السوق الفلسطيني؟ يعني أولا الجيد أنه كان هناك حملة وتم تنظيف بعض الأسواق من البضائع الإسرائيلية. أولا في قرار مجلس وزراء بتحريم تحريم المتاجرة ببضائع المستوطنات، قرار صادر وقانون من مجلس الوزراء ومصادق عليه أنه يحرم المتاجرة ببضائع المستوطنات على الإطلاق، لأنه وجدنا بالفحوصات حتى بضائع المستوطنات لا تخضع لنفس الإجراءات الرقابية اللي بتخضع لها البضائع اللي بتفوت على داخل إسرائيل. وبالتالي هم السوق الضفة الغربية سوق مفتوح، وإحنا وغزة مكب نفايات لهم فقط لا أكثر ولا أقل. للأسف في تجار بتعاملوا بهذه البضائع وبغيروا في تاريخ انتهاء الصلاحية وعندهم استعداد يبيعوها، وكل يوم نسمع عمليات ضبط تقوم بها الضابطة الجمركية. ولكن الحديث اليوم سيد أسامة عن يعني منتجات إسرائيلية بالضبط من الداخل، يعني خلينا نحكي وبتدخل بطريقة رسمية، يعني هذه الشركات موجودة المؤسف جدا. يعني أول شيء هناك نبض فلسطيني، نبض الشارع الفلسطيني والمؤسسات الشعبية بتقول لا للبضائع الإسرائيلية، يجب عدم المتاجرة للبضائع الإسرائيلية، يجب عدم التعامل مع البضائع الإسرائيلية. المؤسف جدا تدخل على محل تجاري مشهور تلقي في نصر رام الله تجدي انه معظم رفوفه هي من البضائع الاسرائيليه. انا بديش احكي رؤيتي الخاصه في التعامل مع هذول الناس زي انتفاضه 87، انه ندخل على المحل معك اسبوعين تشيله ما يشيله مش يحرقوا له المحل، يعني بديش نصل لهذه المرحله من هذا الموضوع. ولكن واضح انه من يستمر بالمتاجره بالبضائع الاسرائيليه هو مصر على التعاطي مع الاحتلال وتعامله مع الاحتلال، هو مقر بوجود الاحتلال وبقول لك خلي الاحتلال يقتل وانا بدي اضل اتعامل مع بضائعه. يتحدث عن من أكبر التجار لمنتجات تنوفا مثلا موجود وشخصية اعتبارية في منطقة بيت جالة أو بيت لحم معروفة جدا مخازنه، يعني يتعامل معها ومصر على التعاطي مع هذا الموضوع. إذا لابد من إجراءات رادعة ورادعة قوية جدا، حتى إجراءات شعبية، إجراءات رسمية في التعامل مع هذول الناس حتى يمنع بدخول البضائع الإسرائيلية. الاحتلال الإسرائيلي يخسر من هذا الموضوع؟ نعم يخسر. حملة المقاطعة الإسرائيلية المنتشرة على مستوى العالم أصبحت الاحتلال الإسرائيلي الآن عمل وزارة خاصة في الحكومة الإسرائيلية للمواجهة ويصرف ملايين الدولارات لعملية المواجهة، لأنه بدأ يخسر ويشعر بفقدان كثير من الأمور متعلقة بهذا الموضوع. إحنا بنحكيش فقط عن منتجات ممكن تكون في سوبر ماركت أو خدمات، كمان منتجات وخدمات في قطاع الدواجن كمان. اليوم الصحف المحلية بتتحدث عن هذا الموضوع وذات الجرثومة، يعني بالتأكيد والإعلام العبري يتحدث عنها. السلمونيلا يعني أكثر وجود إلا هي في مشتقات اللحوم والألبان، يعني هذا المكان المصدر الرئيسي لانتشارها، وخاصة الدواجن اللي هي الطيور البويتري، يعني أكثر إشي فيهن. هلا عندهم اذا كانت ملوثه ما بكبوهاش، بحملوها بعطوها لتاجر فلسطيني بدخلها على سوق الضفه الغربيه. خلصوا منها بهذه الطريقه. بهذه الطريقه يعني اطنان الدواجن اللي ضبطت في اكثر من محافظه محاوله تهريبها من اسرائيل تؤكد ذلك. هلا كمان هم ما اليهود ما عندهم اخلاق ودين، بقول لك شعب هذا في عندنا ناس متواطئين عندنا استعداد نعطيهم هذه البضائع وفوتوها على السوق الفلسطيني وبالتالي ممكن ان تباع بهذا. انا باعتقادي انه التاجر اللي يضبط يجب أن يتم التعامل معه بطريقة أخرى، لأن عملية التشهير يجب أن تكون صريحة وواضحة بهؤلاء التجار بالأسماء تذكر، حتى لو كان الواحد بيقول لك جانب قانوني يترك المواطن يتعاطى مع الموضوع. الجوانب القانونية فلتوها للقانونيين ويعطوا الاسم للمواطنين يتعاملوا ويتداولوا حتى يشطبوه من السوق التجاري. اثنين، السلطة يجب أن يكون لها تعامل. السيارة التي نقلت يجب أن يسحب ترخيص، يجب أن تصادر. الأشخاص اللي قاموا يجب أن يعتقلوا ويتم جانب أمني وليس جانب فقط يقول لك والله جانب جنائي، لا مش جانب جنائي. باعتقادي انه هذا لعب بامن قومي للشعب الفلسطيني اللي بيدخل هذه البضائع بهدف القتل. السالمونيلا يمكن يقول لك بتسبب تسمم طعام، شويه اسهال على شويه مغص ومراجعه وبعدين بطيب، بس اذا تطورت الحاله لاشياء اخطر من هيك، بعض الفيروسات القاتله، بعض الانواع البكتيريا القاتله، ممكن حتى نصير ننظر للموضوع بطريقه اخرى. يعني عندنا بعض السموم الفطريات اللي احيانا ربما نتيجه التعفن في بعض الانواع الاغذيه، كميات قليله منها معروف انها مسرطنه تسبب السرطان للانسان. وما شاء الله احنا عندنا سرطان القولون القاتل رقم واحد عند الرجال. طب كان في الأكل والثاني عند الستات. دكتور أسامة، كان في حالات حول هذا الموضوع مؤخرا وصلت المشافي، إن كان في حالات التسمم بسبب مرض السلمونيلا، أو إن كان يعني من خلال توجه بشكاوى يعني في حال الحصول على عث الطعام في هذه المأكولات، كان مثل هذه الظواهر موجودة مؤخرا في سوقنا الفلسطيني؟ بالتأكيد أكثر من حالة أنه ناس يجوا على المستشفى يتم فحصهم يجدوا أنه عائلة كاملة مثلا
تعرضت لنوع من أنواع المغص والإسهال، تسمم طعام معروف، كان فورا فريق صحة البيئة عندنا يخرجوا يعرفوا من المستشفى المصدر اللي أكلوا منه، يقوموا بجلب الأغذية وفحصها، يجد أنه هي ملوثة ببعض أنواع البكتيريا اللي تسبب هذه الأمراض، سواء أحيانا تكون البكتيريا موجودة أو سموم البكتيريا تكون موجودة فيها نتيجة طريقة التعامل مع هذا الموضوع. إحنا الشغلات أساسية كمان للوقاية لأبناء شعبنا. إنه مثلا يقول لك واحد ليش اللي إحنا بنسلق البيض 7 دقائق مش 5 دقائق؟ لأنه معروف إن بكتيريا السالمونيلا بعد 7 دقائق من الغلي تموت. والسالمونيلا تتواجد في البيض بشكل كبير جدا. وبالتالي هذه النصائح اللي بنقول للمواطن انه البيض دائما 7 دقائق خليه يغلى. 7 دقائق تاكد انه قتل القلي. طيب القلي درجه الحراره ربما تكون اعلى لانه زيت درجه غليانه اكثر من الماء، فبيكون قاتل بشكل اكبر. الدواجن نفس الشيء، عمليه الطبخ طبخ تام. مش نص نيه نص مستوي واللحوم والامور هذه. الالبان سهل جدا التعاطي معها. اولا تاريخ انتهاء الصلاحيه يجب الانتباه له بشكل كبير جدا، انتباه للنشرات اللي بتطلعها وزاره الصحه الفلسطينيه انه يكون في تلوث في مصنع. يتم الابلاغ عنه فورا، نطلبه بسحب المنتج بالرقم الخلطه اللي بنسميه اللوت نمبر، انه هذا الخلطه اسحبها من السوق لانه فيها مشكله. طلعها. في اخر ملاحظه وفي موضوع مختلف، في يوم امس شهد اطلاق اللجنه الوطنيه لخدمات نقل الدم، اهميه هذه وجود هذه اللجنه، اشرح نشوف من فعاليات من نشاطات لهذه اللجنه وانت رئيسها سيد اسامه. يعني اولا هي شكر لمعالي وزير الصحه اللي كلفني برئاسه اللجنه الوطنيه لخدمات نقل الدم في فلسطين. اللجنه مشكله من وزاره الصحه الفلسطينيه ومن الأكاديميين في الجامعات الفلسطينية في مجال علوم الدم وبنوك الدم، ومن القطاع الخاص الذي لديه بنوك دم في مؤسساته، وبالتالي هي شاملة لكل فلسطين فيما يتعلق بخدمات نقل الدم. اللجنة هذه في لها مجموعة من الأهداف، على رأسها أولا إيجاد سياسة وطنية عامة لخدمات نقل الدم في فلسطين. 2 وضع نظام جودي شامل لعمليات نقل الدم في فلسطين. 3 رفع نسبة التبرع الطوعي للدم في فلسطين إلى 100%. احنا عندنا الآن هذه مشكلة بنعاني منها، انه التبرع هو تبرع تعويضي، يعني واحد له قريب في المستشفى بنقول له روح جيب لنا 4 يتبرعوا عشان بده 4 وحدات دم. بدنا نصل لمرحلة في فلسطين انه المواطن يأتي ذاتيا للتبرع بدمه لمن يشاء، ويكون عندنا احتياط استراتيجي في بنوك الدم كافي لكل مواطن دون ان نحتاج الى تبرع تعويضي. هذه الفلسفة اللي يقوم عليها الآن التبرع في كل دول العالم. منظمة الصحة العالمية وضعت شعار انه عام 2020 ان يكون التبرع طوعي في كل دول العالم 100%. وفلسطين من اكثر الدول اللي لديها قابلية للتبرع بالدم، وفلسفة وثقافة عندنا موجودة تساعدنا في هذا الموضوع. الجانب الثالث او الجانب الرابع يتعلق بوجود نظام بنسميه الهيموفيجيلانس، اللي هو نظام اليقظة العام لخدمات نقل الدم، اللي يبدأ من لحظة استلام المتبرع، نجيبه عندنا نأخذ من المعلومات، نسحب له الدم وننقل الدم، نأخذ فحوصات الدم كاملة وننقل الدم إلى المريض، ومتابعة المضاعفات التي تمس المريض. نقطة مهمة جدا هي تتعلق بالترانسفيوجن ميديسين، وهو النقل الدم التطبيبي كما نسميه أو العلاجي. هذا يجب أن يكون له واضحا جدا، لأنه في كثير من الناس عم بعطوهم الدم كإجراء وكأنه كوزماتيكس. عملية نقل الدم هي عملية زراعة أعضاء فعليا، فيها خطورة كبيرة جدا. وعملية نقل الدم المتكرر وصلت بعض الناس عندنا لأيام هذه مش قادرين نلاقي دم يتطابق مع دمهم نتيجة كثرة نقل الدم. ونقطة مهمة جدا عم نشتغل عليها الآن هي أن نوصل لسحب 300,000 وحدة في فلسطين حتى نأخذ البلازما تبعتها، ونقوم بعملية تجزئها لأجزاء رئيسية اللي هي عوامل التخثر اللي عم نشتريها ب 25 مليون شيكل سنويا لمرضى الهيموفيليا ومرضى الثلاسيميا، ونوفر لهم إياها مجانا عبر الدم الفلسطيني. نشكرك جزيل الشكر سيد أسامة النجار المتحدث باسم وزارة الصحة على كل هذه التوضيحات. طبعا وخميس يجب أن نشير إلى أسماء الشركات الإسرائيلية بالتأكيد في الأسواق التي يجب مقاطعتها. طبعا بشكل عام إحنا ندعو للمقاطعة، ولكن طبعا لصحة المواطنين. شركة الأمير وصلاة شمير وشركة تلما. وهذا الأبرز في الأونة ممكن الأخيرة. يظهر أسماء شركات أخرى بالتأكيد. احنا كل شركة متابعة نشاط وزارة الصحة كان هذا مهم جدا طبعا للاطلاع على أبرز ما يستجد في هذا الموضوع. نتمنى لكم السلامة دائما والابتعاد عن المنتجات الإسرائيلية. شكرا جزيلا أستاذ أسامة. وفي محطة أخرى من فلسطين هذا الصباح بعد فاصل قصير نتحدث عن أصغر حكم آسيوي في الكاراتيه، تفضلوا بالبقاء معنا.
الخير من جديد، اهلا ومرحبا بكل من انضم الينا في فلسطين هذا الصباح. وبنتوقف مع انجازات جديده وتفوق فلسطيني جديد. اليوم رح نحكي عن حكم اثنين، شاب وصبيه. الصبيه ريهام هاشم هي اصغر حكم عربي في الكاراتيه، وسيد عبد الله بشارات هو اصغر حكم اسيوي في الكاراتيه. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا، شرفتونا. اهلا فيك. هلا. سعيدين بهالانجاز. الله يخليك. طيب نبدا معك، انت الاصغر وحكى اصغر حكم عربي. شفت حيز لوين بلشت مع ريهام بلشت مع عبد الله؟ يعني ليه دوستات؟ طيب تحدثينا عن هاي التجربه، يعني كيف تمكنتي من الحصول على هذا المنصب؟ ايش المهمات اللي بتقومي فيها؟ اوكي، انا بلعب كاراتيه من انا عمري 10 سنين، اللي 13 سنه بلعب كاراتيه. معي تنين دان حزام أسود، هي درجة تانية من الحزام الأسود. بديت أدرب بعد ما خلصت تدريب، بديت أدرب شوي شوي، بعدين مدربي الأستاذ أمين بشارات ترشحني أني أخذ هاي التجربة اللي هي أصير حكم. فكان في امتحان نظري امتحان عملي، طلعنا شاركنا في دورة تحكيم عربي في الأردن على هامش بطولة العرب. كان محاضرات من خلالها، ورشة عمل، بعدين عملوا لنا امتحان نظري وامتحان عملي. فهاي الامتحانات بيكون عليها لجنة، وهي اللي بتنجحك أو بترسبك. فالحمد لله أخذت عليها. بدأت الآلية عبد الله؟ يعني تقريباً بدأت الآلية تقريباً. وإذا حكمتم بين الناس هتحكموا بالعدل؟ أكيد طبعاً. أكيد كبيرة. أكيد طبعاً. أكيد. كيف بتشوف هالشيء هذا على مستوى نحكي الآسيا؟ يعني باعتقادي عادة الفروقات بين العرب والآسي هي إنه لجنة التحكيم بتكون أعلى درجات، الامتحان بتكون فيها أصعب، الطريقة بتكون مختلفة جدا، أنت بعملوك كأنك أنت رقم في التسجيل، عندك محاضرات بتكون محاضرتين، بتكون ضمن لجنة معينة حتى في المحاضرات تقييمية، إنه أنت كيف تفاعلك في المحاضرة. في الاختبار النظري بيكون شوي دقيقين جدا فيه، إنه هم بعطوك 70 سؤال، أنت مسموح في الآسيا وتخطأ بس 3 أخطاء عكس العربي 9 أخطاء، فهذا صعب جدا. بس أخطاء من 70 سؤال. من 70 سؤال، فهذا كتير صعب إنه بتكون في تحدي كبير، إنك أنت تكون فاهم القانون. حتى أنت تكون حكم آسيوي بدك تكون فاهم القانون كتير منيح، لأنك أنت الحكم الآسيوي بأهلك بعدها تدخل إنك تكون حكم دولي. تمام. فالحمد لله في الامتحان النظري الحمد لله جبت 69، الحمد لله من 70. خطأ يعني خطأ واحدة. يعني الحمد لله. في العمل كان شوي يعني مربك الموضوع، لاني انا اصغر واحد فيهم، كل الموجودين كانوا عم بجددوا العضويه تبعتهم، وانا كنت اول ممتحن جديد لواو العضويه، وكمان شخصين كانوا معنا من هون، اصغر واحد فيهم. اللي اكبر مني كلهم عندهم خبره. انا اول مره يعني انا كنت لاعب، اول شيء لاعب كاراتيه 18 سنه، لاعب منتخب وطني. الحمد لله بشهر 4 اخذت مدرب دولي في الكاراتيه في دبي، في على هامش البريمير ليج اللي بصير عاده للكاراتيه. كانت خطوة كتير كتير منيحة لإلي، بس كان الموضوع شوي مربك، إنه عندك ناس كبار كلياتهم، أنت أصغر واحد فيهم، كيف بدك تثبت شخصيتك بيناتهم، دورك كيف رح يكون؟ يعني عندهم كلياتهم خبرة، أنت لسه أول مرة، الوراك كلياتهم لجنة تحكيم، رئيس لجنة حكام الآسيوية، كلهم حكام دوليين. فكان شوي الحمد لله الوضع شوي مبرك، يعني مربك شوي، بس ولكن الحمد لله يعني التدريب اللي أعطاني إياه اللي هو الحكم الدولي أمين بشارات اللي هو أخوي طبعاً، شوي فادنا كتير الحمد لله. بلش معنا من أول السنة أنه نحكم في النادي، نشارك في دورات مع الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه تحت إشرافه، دخلنا في كتير تجارب الحمد لله، حتى دخلنا في الامتحان الآسيوي كنا عند حسن ظن الحمد لله، حسن ظن الفلسطينيين كلياتهم الحمد لله. سؤال لريهام لعبد الله، إيش بيعني لكم أن تكونوا هيك على مستوى عربي وعلى مستوى آسيوي؟ بلش مع ريهام. كلاعبة كاراتيه بتكون إنجاز وخطوة جديدة إلي، فهذا بعتبره إنجاز، وأنا صار عندي تحدي بما أني بنت، فصار عندي تحدي قدام المجتمع قدام الكل، إنه كيف بنت بتلعب كاراتيه، كيف بنت قاعدة عم تتطور شوي شوي في هذا المجال. فكان بالنسبة إلي تحدي، والحمد لله إنه أثبت جدارتي فيه بعد مرحلة التحدي. يعني دائما يعني لما تكون بنت بيكون أصعب طبعاً بالنسبة للكاراتيه تحديدا. صحيح. فدايما بقولوا لك الكاراتيه مش منيحه للبنات، الكاراتيه بتعملها عضلات بتخليك زي الرجال، بس بالعكس يعني انا اي حد بيشوفني ما بتوقع ان انا بلعب كاراتيه. عبد الله، يعني اول شيء بيعني لي انا كعبد الله، يعني هذه انجاز جديد لي بحياتي الحمد لله.
لبلدي كمان إنجاز إنه أنا أكون أحد أفراد طاقم التحكيم اللي بشارك في الدورات الدولية رح أكون فيها. طبعا رح أكون يعني هذا إشي كتير مشرف لبلدي الحمد لله. لقدام يعني هذا خطوة جديدة إن شاء الله إنه أدخل في التجربة الثانية هي الحكم الدولي اللي هذه أصعب مرحلة. إحنا عارفين إنه مش من أول مرة ممكن ننجح في الدولي, يعني إنه أخوي الحكم الدولي من 2006 إلى 2014 لا قدر يتصنف دولي, بس الحمد لله يعني بالنسبة لي تجربة كتير منيحة. أول شيء لبلدي هاي التجربة كلياتها تعني لي إنه هاي أخدم فيها بلدي, أخدم أبناء بلدي فيها. عظيم عظيم. ريهام يعني النظري شيء والعمل شيء آخر. إيش المهارات اللي لازم تتوفر في الحكم؟ في الحكم شخص من خلال مرتي فيه تجربة عملية من خلال التحكيم صحيح. طيب. لازم يعني شخصيتك كيف, لازم اللاعبين كيف لازم يحترموك, لازم تفرض شخصيتك أمام اللاعبين وإنت بتحكم عشان هم يحترموك ويشوفوا قرارك. الكل بيكون وإنت بتحكم عيونه بس على الحكام, دايما بنحط الحق على الحكم إنه هو عم بعطي حكم خطأ, مش ما شافش ما عملش. فدايما نحكي عن حركات سريعة صحيح, لازم يعني لازم يكون عندك سرعة أكيد. بديهة كتير عالية إنك تفرق وين الصح وين الغلط, وين الإنذار وين النقطة. طيب. فهاي إشي كتير مهم. أي مهارات أخرى طلب ممكن لازم؟ يعني أنا باعتقادي الحكم إنه عشان تكون حكم جيد إذا أنت ما كنت بالأصل لاعب جيد وتدرجت فيها وكنت لاعب جيد وفاهم الرياضة صح وتطورت بعدها صرت مدرب كمان جيد وفاهم التدريب صح وفاهم الحركات وفاهم مخارج الحركات كلها لها بتفرق معك في القانون. طبعا في التحكيم في أسس علمية أنت بتقدر تحسب عليها النقطة, مش أي أسس يعني مش أي حركة أنت بتحسبها. ثالث إشي دورك على البساط, انت حكم اذا انت كنت مارر في التجربتين هدول دورك كحكم انت بس دورك تطبق القانون فقط, لانك انت بتكون لاعب جيد فاهم شو اللعبه, مدرب جيد عارف مصادر الحركات وعارف مخارجها, صفت انت شخصيتك على البساط كحكم بتقدر تصير تحكم بطريقه صحيحه لانك انت فاهم القانون. فهمي مش مهم اني احفظه بس القانون حفظ. ايش مشاريعكم القادمه وطموحاتكم بعد طبعا هذا الانجاز؟ بعد هذا الإنجاز رح أصير أشارك في البطولات إني أحكم فيها البطولات العربية. بعد هيك رح هلأ التحكيم الآسيوي لازم يكون عمري فوق 25, فإن شاء الله بعد سنتين إن شاء الله باخد الحكم الآسيوي وبعديها الدولي. وحابة كتير إني أكمل في المشوار لأني بديت فيه من أنا صغيرة ولهلأ مستمرة, ومش أي بنت بتضلها مستمرة, فكتير كتير لازم إني أكمل فيه إن شاء الله. صعب يكون يعني توصل لمرحلة الحكم الدولي؟ مش صعب, بس بالنسبه لي لا في تجارب وفي مراحل لازم تخوضها انت قبل ما توصل الدولي حتى الناس تعرفك, حتى الحكام الدوليين كمان لما انت يشوفوك على البساط يشوفوا قدراتك على البساط في اكثر من محفل دولي, اكثر من بطوله دوليه, اكثر من بطوله اقليميه, صف العالم كله يعرفك لما تدخل انت على عندك على التحكيم الدولي فيكون عندك تجربه. فهمت علي؟ فهذا هذا كثير شيء مهم. يعني احنا لسه في التحكيم احنا التحكيم الاسيوي لسه احنا في المرحله الاولى, في قدامنا اربع مراحل, يعني بتاخذ جاج بي بعدين جاج اي بعدين ريفري بي بعدين ريفري اي لحتى انت بعديها تدخل على الدولي. فانت لازم تختم المرحله هاي لمده 3 سنين 4 سنين اربع مراحل بالضبط لحتى بعديها تدخل بعديها الحكم الدولي. بكون خط مراحل كتير منيحه واخذت خبرات كتير منيحه اكيد. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. نعم. طبعا إحنا فخورين فيكم بهذا الإنجاز الكبير. شكرا لك. ريهام هاشم أصغر حكم عربي في الكاراتيه, عبد الله بشرط أصغر حكم آسيوي في الكاراتيه. يسعد صباحكم ومزيد من التقدم والنجاح إن شاء شكرا الله. لك. شكرا لك. صباح الخير. شكرا جزيلا. الله يخليكم. شكرا. آخر محطة من فلسطين هذا الصباح مهرجان صيف رام الله 7. تفضلوا بالبقاء معنا.
اهلا وسهلا بكم مع فقرتنا الاخيره في فلسطين هذا الصباح. وفقرتنا هذه فنيه، خميس ومهرجان صيف رام الله. هذا المهرجان السنوي الذي اعتدنا ان تنظمه بلديه رام الله بفعاليات مختلفه من الغناء والفن. صباح معنا في الاستوديو مرام توطح، رئيس قسم الاعلام في بلديه رام الله. صباح الخير مرام. صباح، اهلا وسهلا، يعطيك العافيه على النشاطات المختلفه يعني. شكرا. مش بس على المهرجان. يسعدك. وسالي ابو بكر مديره الدائره الثقافيه في بلديه رام الله. صباح الخير. صباح الخير. يعطيك العافيه. اكيد انت اليوم يعني مضغوطه كثير، الواحد بلش المهرجان والتحضيرات اللي سبقت، خلينا نبلش من هون. كيف التحضيرات؟ التحضيرات تقريبا جاهزه يعني. هو مش اليوم اللي بيكون، هو الفتره الماضيه اللي بتكون عن جد فتره ضغط طويله، بس اليوم احنا جاهزين للافتتاح بالتاكيد. اي ساعه؟ الساعه 8 مساء مقابل بلديه رام الله في ميدان راشد الحدادين. نعم. وبايش رح تستهلوا يعني فقرات؟ هو المضبوط، احنا الافتتاح الرسمي رح يكون مع جوق، بس كمان في الساعه 7 في مسيره فنيه بتبدا من سريه رام الله الاولى باتجاه ميدان راشد الحدادين. فيها مشاركه لكشافه سريه رام الله الاولى، وفيها فرق مسرح وسيرك، يعني هو افتتاح للمهرجان في حركه شوي. اكيد. لما نشوف الفعاليات موزعه على 3 أسابيع مرام، لو هيك نطلع عليها سريعا اذا ممكن، ولا سالي ممكن تحكي بهذا الجانب. هو احنا 3 أسابيع هو احنا اللي بحكي يحكي مش عارف كيف يعني قسم الادوار. هو صراحه احنا بنحب نبدا نحكي انه هذا المهرجان مهرجان صيف رام الله ضمن موسم وين على رام الله. وسالي ممكن تحكي اكثر عن كيف تبلورت الفكره وكيف تم اختيار يعني انه كان هو مهرجان وين على رام الله، وهلا صار الموسم وين على رام الله، والمهرجان صيف رام الله. ومن ضمن الموسم في عندنا كمان سوق الحرجه، غير المهرجان اليوم افتتاحه على الساعه 8 زي ما ذكرت سالي. فسوق الحرجه هو اللي يعني بيكون معنا من 12 8 ل 30 9 على مدار كل هاي الاسابيع اللي حكيت عنه خميس. هذا سوق الحرجه. صحيح هو سوق الحرجه. وسوق الحرجه هو كل يوم جمعه في البلده القديمه في مدينه رام الله، في محيط المحكمه العثمانيه، وفي المحكمه العثمانيه كمان في البلده القديمه. هو نوع من احياء البلده القديمه ضمن مشروع كامل لتاهيل واحياء البلده القديمه قامت فيه بلدية من كم سنة، اللي هي بتأهيل البنية التحتية، شوارع وأرصفة اللي الناس تقدر تمشي عليها، وأيضا خلق مواقف سيارات بعدد أكبر. وفي أحد هذه المواقف السيارات تم وضع او نصب المسرح لسوق الحرجة، اللي بيكون فيه دائما في عندنا فعاليات فنية ثقافية دبكة يعني عروضات. يعني يوم الجمعة جميل، كان عندنا السوق الجمعة الماضية من المهرجان. كمان غير الليله ايش ممكن نشوف الايام؟ هو المهرجان بيمتد على مدار 9 أيام، فهو شوي طويل شوي. في كل يوم في اكثر من فعاليه بالمجمل، معظمها فعاليات غنائيه وموسيقيه. رح يكون معنا بالايام المقبله الفنان الشاب ليث ابو جوده، في فرقه سراج من الجليل، في فرقه مزاج، يلالان، تعليله، في الفنان دلال ابو امنه. في كمان عروض موسيقى بفضاءات عامة مختلفة مش مركزة عند المسرح الرئيسي، اللي كمان رح يقدموها مجموعة طلاب من المعهد الوطني للموسيقى في محلات مختلفة. في عروض ضوء لأول مرة في المهرجان اللي هو مرتبط بالفنون البصرية، رح يكون في مكانين في البلدة القديمة، واحد فيهم في موقف الحرجة القريب من صرح الشهداء، والتاني رح يكون بروجكشن على متحف رام الله. هذا بكون كل يوم بعد انتهاء العروض الأدائية بالليل، لأنه أصلا يعني بحاجة لأنه يكون عتمي منيح عشان تبين الأشياء. كيف ممكن الناس تتواصل تعرف في كل يوم ايش في فعاليات
من خلال هاي طبعا البروشورات اللي انتم ناشرينها، ولكن يعني ممكن ما توصل للناس؟ هو احنا وزعنا المزبوط كميات كبيرة من البرنامج المهرجان، بس كمان في يوميا على صفحة البلدية ومن خلال البريد الإلكتروني، من خلال صفحة الفيسبوك كمان الخاصة بالبلدية في إعلانات يومية عن الفعاليات، لأنه كمان مع الأسف في تفصيلة صغيرة شوي بعدها مش أكيد، اللي مشاركت في ثلاث فرق في المهرجان، واحدة فيهم مصرية وتونسية، وفي الفنان الفلسطيني سحر خليفة. لحد اللحظة موضوع دخولهم لفلسطين بعده مش مؤكد، فلسه يعني، فبالتالي يوميا رح يكون في تحديث على البرنامج، اللي إذا بيوصلوا بأي لحظة رح يكونوا موجودين بأيام غير المنشورة على في البرنامج المطبوع. ومرام أكيد رح تكون متابعة على الجانب. رسالة البلدية من كل هالنشاطات هالفعاليات هاي بنشوفها المزدحمة شوي، احنا قربنا على نهاية الصيف خاصة يعني انه هاي الفعاليات خميس هي مفتوحة لجميع الجمهور، صحيح، وفي أماكن عامة وبإمكان الكل انه يشارك فيها. يعني هذا جزء من هدف بلدية رام الله، زي ما نحكي انه احنا زي كيف بنقدم خدمة عامة، الخدمات اللي بتقدمها البلدية، وأيضا هي هاي خدمة ثقافية، وخدمة ثقافية غير محصورة في فئة معينة، ولكن لجميع المواطنين في مدينة رام الله وزوار المدينة وأيضا الحركة السياحية في المدينة. فهي دائما فعاليات بلدية رام الله دعوة عامة مجانية لكل أفراد العائلة، بتقدر تيجي عليها في الساحات العامة لبلدية رام الله كمان. عشان هيك أنا بحب يعني دائما المستمعين معنا هلا واللي بيشوفونا، انه المهرجان كل يوم على الساعه 8 رح يكون في فعاليه عند مقابل بلديه رام الله ساحه راشد الحدادين. بحطوا باجندتكم كل يوم كل يوم عندنا فعاليه، والفعاليات طبعا بتناسب. شو مع الزحمه يعني المكان وزحمه الناس والسيارات، بتستوعب زي ما حكيت الكم اللي ممكن يقبل على الفعاليات؟ اها، زي ما حكيت في البدايه، احنا في التاهيل البلده القديمه راعينا انه قديش في حركه وفي سيارات، والهدف منها يعني تنشيط الحركه في البلدة القديمة، وعشان هيك في عنا موقفين سيارات في البلدة القديمة، بالإضافة للخلجان اللي سويناها كمان في ستي. لو ما استوعبت هاي ممكن يصف ناس بعيد، صحيح، شو شوية ما هي ممكن يصف بالضبط بصف بسوق بمواقف الحرجة أو في موقفين ممكن نصف فيها دقيقتين، بكون دقيقتين بكون مقابل بلدية رام الله. ف يعني بالعادة هي أجواء بتكون جميلة، احنا بنحب يجي بالضبط مهرجان صيف رام الله وهذا الموسم كله، لانه صراحه بنحس قديش الناس هي متعطشه انها تيجي وتحضر وتشوف هذا الفن. هذا التفاعل مرام فقط مقتصر على المواطنين، ولا بنعرف انه في اجانب كثير برام الله كمان وبالمنطقه؟ صحيح رام الله صحيح. هلا بتفاعلوا مع هيك فعاليات ولا كيف بتشوفوها؟ اكيد اكيد في عندنا تفاعل، وفي عندنا اعداد كبيره بتيجي من الداخل، يعني اهلنا في الداخل في 48 بيجوا اعداد كبيره كمان، وخاصه انه في فرقه كمان من الجولان السوري المحتل السنه معنا. وكمان يعني انا بلاحظ عندنا كمان صفحتنا على الفيسبوك اللايكرز اللي عليها كمان مش بس هم يعني موجودين، كمان في عنا من عرب من أهلنا في الداخل في 48 بالإضافة لأهل مدينة رام الله. فلا واصلين درجة إنه منيح يعني. وطبعا سالي حكت إنه هي حملة كانت واسعة لسوق الحرجة ولمهرجان صيف رام الله، كان إذاعات، إن كان إحنا تلفزيون فلسطين راعي رئيسي معنا في المهرجان، فبدنا نحكي لكم شكرا كمان. بدنا نحكي شكرا لكل الرعاة اللي معنا كمان بالتعاون مع بنك فلسطين، عبد المحسن القطان، وكونكتينج سيتي، ومؤسسة منى وباسم. نعم. حشمة. نعم، ندعو المواطنين طبعا انهم يتابعوا هذه الفعاليات واللي راح تنطلق اليوم. كل الشكر لك مرام توطح، رئيس قسم الإعلام في بلدية رام الله، وسالي أبو بكر مدير الدائرة الثقافية في البلدية. يسعد صباحكم. يسعد صباحكم. شكرا جزيلا. صباح الخير. ومشاهدينا بهذا نكون وصلنا إلى ختام فلسطين هذا الصباح في هذا اليوم. غدا إن شاء الله على 8 يتجدد الموعد بمحطات مختلفة من فلسطين هذا الصباح، وانتظرونا بفقرات جديدة. نتمنى لكم يوم سعيد ونهار سعيد، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.